تم تأسيس اتحاد البلديات للعالم التركي عام 2003، فقد تأسس بهدف تطوير حلول مشتركة لمشاكل الحكومة المحلية وتبادل المعرفة والمهارات. الاتحاد الذي يضم أكثر من 1000 عضو، فيه 18 دولة عضوا مثل الجمهوريات التركية وباكستان ولبنان والبوسنة والهرسك، وكذلك الاتحاد الروسي. وكأن الاتحاد هو وحدة للمدن العربية، حيث أنه يتعاون مع كل مجالس الحكم المحلية في أوروبا وآسيا وإفريقيا. يتم تنظيم فعاليات متنوعة من أجل الإسهام في تطوير الجو القائم على التضامن والصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي والتقني بين الدول الأعضاء، وذلك مع الأخذ بالاعتبار التراث الكبير للثقافة والحضارة. يتم تنظيم برنامج تبادل المعرفة والخبرة بين المسؤولين المحليين لجمهورية كينيا والصومال ما بين 20 و28 من حزيران، وسيزور ممثلو الحكومة المحلية من كينيا والصومال البلديات في تركيا خلال البرنامج الذي أعده مركز الأبحاث والتدريب الدولي للسلطات المحلية. كذلك فإن اتحاد البلديات للعالم التركي ينشر منشورات في قضايا مهمة، بالإضافة إلى أعمال البحوث والتعليم، إذ إن أوراسيا وأعمال إدارة المدن من السلاجقة إلى الجمهورية في وثائق الأرشيف العثماني تعتبر من المنشورات المهمة للاتحاد.